طيب، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي طارق فهيم. مبسوط ان انا معاكم دلوقتي بتكلم. سوري على التأخير، كان في بعض المشاكل في الكونكشنز، بلس ان it's my first live video، فبالتالي في حاجات كتير مكنتش عارف لسه اعملها يعني. طيب، انا دلوقتي معاكم عشان بتكلم على بناء على الـ initiatives اللي كان نجاتي قال عليها، ان احنا ازاي نعمل some sort of entrepreneurship 101 للناس، بحيث ان نعرفهم على حاجات معينة يا ريت هم او ناس كتير كانت تعرفها من الاول. النهاردة هتكلم على حاجات بسيطة قوي مرتبطة ب ازاي تعمل fundraising، ايه خطوات الفاندريزنج وكده، لكن مش ده المواضيع الوحيدة اللي هتكلم فيها. هتكلم برضو شوية على fundraising في الظروف اللي احنا فيها في الوقت اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. بالإضافة إن أنا حابب إن أنا ما أتكلمش كتير على قد ما أنا أسمع أسئلتكم، فلو سمحتوا، في جات لي مجموعة أسئلة كتيرة سواء على الماسنجر أو سواء على الحاجات اللي اتحطت على فيسبوك، هحاول أجاوب على قد ما أقدر فيها، والحاجة اللي مش هتتجاوب عليها إن شاء الله هبقى مثلا أكتب لها بوست لوحده بشكل معين، بحيث إن أقدر أغطي الأسئلة بتاعت حضراتكم. طيب، نيجي نبدأ أول حاجة بنتكلم على خطوات الفاندريزنج. خطوات الفاندريزنج عادة، أو إيه اللي بيحصل فاندريزنج، أنت بيبقى عندك فكرة بشكل معين، الفكرة دي شايف إنها فكرة كويسة، شايف إن أنت عايز تعمل حاجة فيها. أغلب الظن أول مستثمر في الفكرة دي عادة ما بيبقاش زي الناس ما فاكرة هو الأنجل انفستور، أو زي أو مثلا الفاميلي بتاعتك أو الحاجات دي. في الحقيقة أول مستثمر في الفكرة دي هو حضرتك. ليه؟ لأن حضرتك بتفكر من الأول خالص، أنا هدي الفكرة دي وقتي، وقتك يسوى فلوس كتيرة مش فلوس قليلة، هديها مجهودي، هديها حاجات كتيرة، فبالتالي حضرتك أول مستثمر في الفكرة دي. فبالتالي إيه اللي خلاك إن أنت تفكر هي دي الفكرة اللي أنا عايز أعملها وأديها من وقتي وأديها من مجهودي؟ في الأغلب أنت مقتنع بيها عشان عدة عوامل بشكل معين، أو عشان الفكرة دي أنت فعلا أنت محتاجها، أو لقيت الناس محتاجاها، أو شفتها في شغل قبل كده سابق، أو أيا كان الحاجة زي كده. فبالتالي الأسباب اللي مخليك أنت مقتنع بيها هي دي بالظبط الأسباب اللي بتخلي أي مستثمر بعد كده يقتنع بيها، سواء المستثمر ده كان Angel Investor أو كان VC أو أيا كان مستثمر مناسب لحضرتك بشكل معين. طيب، بشكل بسيط عشان اتكلمنا في الحاجات دي قبل كده، واكيد حضراتكم بما ان انتم متابعين مع رايزا وبتشوف الحاجات دي فاهمين ان في مستثمرين زي بيقولوا اللي هم الانجل انفستور، المستثمرين الملائكه، في الناس اللي هم مستثمرين من عائلات بشكل معين لان هو بالنسبه لهم البيزنس ده استراتيجيك للشغل بتاعهم والحاجات بتاعتهم، في ناس تانية بتكون يعني بالنسبه لها الاستثمار ده هو دي حاجة هم بيعملوها، لأن هو ناس بتمانج فاندز، زي مثلا الوضع عندنا انديور كابيتال بنمانج فاند بشكل معين، فبتبقى وظيفتنا إن احنا نلاقي الشركات الكويسة ونبدأ نشتغل معاها وننفست فيها ونساعدها إنها تكبر. طيب، بناء عليه هي دي الحاجات الأساسية في الموضوع ده. لكن خليني بس كده اخد مع حضراتكم شويه ونقف شويه كده، لان ايه الوضع اللي احنا فيه حاليا هو مش الوضع المعتاد، فبالتالي ايا كان اي كلام انا هقوله على انفستمنت وخطوات والحاجات العاديه ممكن كان يمشي في الاوقات العاديه بشكل معين، لكن دلوقتي الدنيا مختلفه شويه، فخليني اقول لكم هي مختلفه ازاي، وخلينا نشوف مع بعض ايه اللي ممكن نعمله في حاجه زي كده. طيب، خلينا نبدا بحاجتين. خلينا نقول لو حضرتك اساسا عندك دلوقتي شركه او عندك ستارت اب بتاعتك، فبالتالي وفوجئت ان انت لسه كنت عامل ريز او لسه ناوي تعمل فاند ريزنج وحصلت الظروف اللي حوالينا. طيب، نتيجة الظروف اللي حصلت دي ده ظرف غير معتاد على مستوى العالم، وفي نفس الوقت غير متوقع ان الظرف ده ينتهي دلوقتي او ينتهي في خلال اسبوع او اسبوعين، او يلا حصل خير خلاص هنقعد شوية في البيت بعد كده كلها هننزل وكأن حاجة ما حصلتش. ده تفكير غير سليم. التفكير السليم هنا هو ان احنا في حاجة حصلت والحاجة دي ليها توابع بشكل معين، والحاجة دي هتفضل مكملة معانا فترة طويلة. كلمة فترة طويلة دي معناها ان هي مش اقل من مثلا سنة ونص او سنتين، او ممكن اذا ما كانش اكتر شوية. انا ما بتكلمش على الظروف اللي احنا عايشين فيها دلوقتي حالا، انا بتكلم على تبعات الموقف. بمعنى ايه؟ تغير في الاقتصاد، تغير
في اختياراتنا في ايه اللي نستثمر فيه ولا نستثمرش فيه، في الديسيجنز اللي بتتاخد، في الهيومن بيهيفير، حتى في شرائهم في حاجات كتيرة، في ازاي ايه اللي بيحوشوه، اولوياتهم في الصرف، كل الكلام ده. طيب فبالتالي لازم حضرتك تبقى متخيل ان ده هياخد له لمدة سنة ونص مينيمم او سنتين. عشان كده لازم تبقى فاهم احنا المفروض نبدأ نتحرك ازاي. من الحاجات اللي لازم تحصل اول ما يحصل حاجة زي كده هي ان انت لازم تبقى سريع في التغير. يعني ايه سريع في التغير؟ معناها ان انت لازم توريني ان حضرتك لما حصل الموقف ده ما قعدتش تايه مثلا لمدة اسبوع او اسبوعين مش عارف تعمل حاجة ومش واخد قرارات. وريني ان انت في قرارات معينة خدتها بسرعة، حتى لو القرارات دي خطأ مش مشكلة لانه كلنا بناخد قرارات خطأ كتير، لكن وريني ان في اكشن اتحرك، مش اللي هو مش زي ما هي، مش زي الموضوع زي ما حصل وفضلت زي ما هي وخلاص. لا، وريني ان في قرارات معينه حضرتك اخدتها، والقرارات دي وريني ايه اللوجيك ورا قراراتك دي. حتى زي ما قلنا لو القرارات دي خطا مش مشكله لان كلنا بنخطا، ده شيء طبيعي جدا، بس المهم ان احنا نعرف نشتغل ونعدي من الخطا ده. فالحاجه الاساسيه هنا ان يحصل تغيير. عاده التغيير لو انت بتشتغل في هذا المجال، التغيير او في عندك ستارت اب او عندك البيزنس بتاعك، يبقى التغيير ده لازم هيكون ان انت تحاول تقلل شويه الكوست بتاعتك. اذا هتقلل الكوست بتاعتك فانت عاده بتحاول تقلل الاوبكس اللي هي الاوبريشن اكسبنشرز بتاعتك. فتقليل الاوبكس ده بيجي من كذا حته. واحد جزء منها بيجي من تقليل مثلا فليكن البادجت المتخصصه بالماركتينج او السيلز او الحاجات دي. طبعا السيلز ممكن ما توقفش قوي البادجت بتاعته لان انت محتاج تعمل سيلز، لكن ممكن ايه تخليه اون هولد شويه لغايه ما تشوف الدنيا تمشي ازاي. لكن ديفينتلي البادجت المخصصه للماركتنج، البادجت المخصصه للحاجات دي، يو نيد تو ريفايز الكلام ده، لان حتى الناس كلها بتغير في الاسعار وممكن يبقى عندك فرص احسن بكتير. دي رقم واحد. رقم اتنين، البادجتس اللي هي ايه مخصصه بجزء كبير قوي في معظم الحاجات بتاعت الستارت ابس بتاعتنا اللي هي ايه السالاريز. طبعا مشكله السالاريز دي مشكله مش قليله، لان يعني في النهايه هتلاقي البرودكتيفيتي بتاعت الناس قلت قوي عشان working from home، ممكن ده يكمل معاهم بشكل معين، ممكن ده يفضل فترة مش أحسن حاجة. لكن أنت عادة هنا بيبقى قدامك اختيار من اختيارين. اختيار حاجة بيسموه اللي هو يعني مبدأ اللي هو التكافل والتراحم. يعني إيه مبدأ التكافل والتراحم؟ مبدأ التكافل والتراحم معناها إن إحنا بنساعد بعضينا ونتكافل مع بعضينا، فبالتالي نتفق كلنا على إن إحنا مثلا هيقل البادجت بتاعتنا بنسبة 30%، 20%، 25%، ايا كان الرقم اللي حد بيختاره، فكلنا هنقل بنسبة واحدة بشكل واحد. مش كل الناس بتبقى تقدر تعمل كده، مش كل الانتربرينورز قادرين يعملوا كده. فاللي بيعمل كده لازم يعني شخص يتم احترامه من قبل الموظفين والناس اللي موجودة معاه، لان هو فعلا عايز يحافظ على الناس على قد ما تقدر. ده اتجاه معين ناس كتير بتعمله، لكن not necessarily يبقى هو الحاجة الوحيدة. الحاجة التانية اللي ممكن تعملها وان انت خلاص بتختار ان في بعض الناس انت مش شايف ان هم انسب ناس موجودين، او في عيوب في شغلهم، او اديت لهم مرة فرصة والتانية والتالتة، لكن كنت خلاص مخليهم عشان مش مشكلة هو في الزحمة الدنيا ماشية يعني. فاهم قصدي؟ الناس دي ساعتها ممكن يبقى عندك اختيارك ان انت تميك شور ان انت خلاص الناس دي انت مش عايزهم يبقوا بارت من شركتك بشكل ما باخر بعد كده. بس اهم حاجه لو انت خدت القرار ده وقررت ان انت تعمل ده بدل ما انت تعمل مبدا التكافل والتراحم، ان انت تكون متاكد وانت بتمشيهم لاي سبب من الاسباب ان انت بتديهم كل حقوقهم اللي هم المفروض ياخدوها بشكل مظبوط، وان انت تديهم الايه الحقوق اللي ينطبق عليها القانون او اي حاجه انت تقدر تساعد فيها، عشان في النهايه دي ظروف استثنائيه ويبقى ممكن ده اختيارك في ان انت تعمل حاجه زي كده. فده بالنسبه للاوبكس. اتكلمنا ان في صرف على الماركتنج يوجوالي ده بيقل اول حاجه، او ده يحصل له سلاشنج. تاني حاجه الصرف غير مبرر. تالت حاجه اللي هي بتكون الهيومن كابيتال بتبص عليها، وقلنا ايه الطريقتين اللي ممكن نشتغل بيها بالنسبه للهيومن كابيتال. طيب الخطوه اللي بعد كده في ان انت تشتغل بالطريقه دي، حاول ان انت فعلا تروح تريز المستثمرين عامه والصناديق الاستثماريه بالذات معاها فلوس. ان حد يقول لك لا معناش او معاش كده، لو هو معوش هو معوش من قبل المشكله، هو مش فجاه حصلت المشكله فجاه ما بقاش معاه فلوس، هو كل الصناديق معاها فلوس بشكل ما باخر. لكن كلهم دلوقتي بيحاولوا يختاروا ايه الحاجه اللي يستثمروا فيها بما تتناسب مع الموقف، بيحاولوا يفهموا شويه، بيحاولوا يدي اولويه للشركات الاكزيستنج عندهم في البورتفوليو ان هم يستثمروا فيها فضلا عن انه يشوف حاجه تانيه جديده. فهو لازم بالنسبه له يحس نجاتي اهلا وسهلا بيك حبيبي لسه والله ذاكرك من شويه، لازم يحس الناس دي
ان هما داخلين في فرصه او داخلين على فرصه معينه، ان الاستثمار معاك مش مجرد ان الاستثمار معاك منك انت، كنت محتاج فلوس ومزنوق ومستثمر معاك عشان شايفين ان في فرصه معينه او ان في فرصه انجاز معين هيحصل بشكل ما او باخر معاك يعني. زي ما احنا شفنا لسه في الشركه بتاعت السعوديه اسمها تقريبا نعنع او نعناع او كده، لسه ريست حوالي 16 مليون دولار. طب ولا طبعا يعني رقم مهول، الرقم ده في بعض الصناديق اساسا الاستثماريه اللي موجوده في مصر كلها على بعضها حجمها اقل من حجم الفاند ريز اللي هم عملوه يعني. فبالتالي حكايه ان الناس معهاش فلوس، لا الناس معاها فلوس لكن مستنيه الفرصه المناسبه انها تعمل حاجه، مستنيه ان هي تسيد ذا اوبورتونيتي ان هم يشتغلوا بشكل معين ويبقى حاسين ان ده استثمار مناسب. فبالتالي هنا فايدتك ان انت تو تشينج عشان تميك شور ان انت فعلا الايند. طب هي ايه الفرصه المناسبه او ايه الشكل المناسب الحاجات اللي الناس ممكن تفكر فيها؟ الناس ممكن تفكر كالتالي، الحاجات اللي مناسبة جدا دلوقتي هي الحاجات اللي فيها هاي مارجن، هاي مارجن بزنس، لان اللو مارجن بزنس صعب قوي. لان اللو مارجن بزنس اذا في كذا حد غيرك تاني بيعمل نفس البيزنس فبالتالي مفيش ديفنسبيليتي عالية، هتلاقي نفسك بعد فترة مش عارف تكوب ومش عارف تشتغل. فالهاي مارجن بزنس اتس ريلي امبورتنت على قد ما تقدر. في نفس الوقت هي بيزنس ممكن تستفيد من الظروف اللي بتحصل حاليا، زي ما شفنا زي ما قلنا السوبر اللي هو الجروسري ديليفري بتاعت السعوديه ريزد قد ايه، زي ما في بيزنس كتير حوالينا بتشتغل حاجه زي كده ليها بوتنشال بشكل كويس وممكن تستفيد. يعني مثلا احنا من فتره من الفترات اللي فاتت واحنا كنا بنتكلم مع الشركات بتاعتنا في البورتفوليو، لقينا شركات حصل فيها جروث 3 اكس و4 اكس عن الجروث الطبيعي بتاعهم. زي طبعا في شركات حصل خير على الناحيه التانيه طبعا مشاكل كبيره، لكن ده حصل يعني. فبالتالي خليني اقول لكم احنا مثلا تعاملنا مع الشركات دي ازاي وتعاملنا مع الشركات دي ازاي. بالنسبه للشركات اللي حصل فيها جروث بشكل قوي جدا والاقبال عليها، رحنا اتكلمنا معاهم ولان لقى مستثمرين كتير جدا عايزين يستثمروا فيها. فقلنا لهم طيب بصوا يا جماعه، اي مستثمر دلوقتي هيعمل حاجه اساسيه هيحاول ياخد a very good deal، هيقول لك حتى هو لو هو مش مقتنع بيك مش هيحط معاك فلوس، لكن طالما هو قال لك انا هحط وعايز احط معاك ما ينفعش يرجع يقول لك بعد كده اصل الظروف وانت ما عندكش فلوس فانت لازم تديني valuation قليله او تديني حاجه قليله او الكلام ده. لان هو صدقني لو مش مقتنع ما كانش هيحط، بس هو ده ما يمنعش ان هو يحاول على قد ما يقدر يزنقك وياخد منك على قد ما يقدر ايه equity اكتر. فساعتها لو حضرتك في هذا الموقف فساعتها الرد بيتقال ايه؟ الرد لا والله تعالى ادخل معايا على convertible note. الconvertible note دي بديسكاونت معين، الديسكاونت ده والله ممكن يبقى حجمه بيتغير مع تغير الزمن. بمعنى ايه؟ مثلا والله احنا عايز حضرتك تخش معانا دلوقتي وانت دخلت معانا بسرعه فهتاخد اكبر ديسكاونت، فليكن مثلا 20% 30% ديسكاونت. دخلت معانا بعديها بشهر فانت هتاخد ديسكاونت عباره عن 20%، دخلت بعديها معانا بعديها بشهرين هتاخد ديسكاونت 10% او ايا كان 5% او ايا كان حاجه زي كده. فبالتالي احنا ما بنتكلمش على فالويشن هنا، لان غلط نتكلم على فالويشن في وقت زي ده بالنسبه ليك كستارت اب يعني. الانفستور على الناحيه الثانيه هيحاول يبوش از ماتش از كان، طنشه قول له عايز تخش معايا اهلا وسهلا يشرفني، لكن دي الشروط بتاعتنا، ادخل معايا على كونفرتبل نوت واعملها كده بالطريقه. وده كانت الادفايس بتاعتنا للشركات اللي هي ابتدت عليها اقبال كبير جدا نتيجه الظروف اللي حصلت، زي حاجات الاي ليرنينج والايديوكيشن وزي الحاجات اللي اي حاجه وذا هاي مارجن وجروث حصل قوي الفتره اللي فاتت. على الناحيه الثانيه ميكينج شور في شركات تانية اللي هي ايه، شركات مثلا في مجال الهيلث كير والديجيتال هيلث كير، لما جينا اتكلمنا معاهم فكان رايهم ساعتها ان احنا طيب شال وي نعمل ايه او نتكلم ازاي او نتصرف ازاي. فكانت النصيحه ساعتها دي فتره ناس كتير قوي ان جود تالنت مش هتبقى عن يعني هيبقى في ظروف سيئه وفي نفس الوقت ما عندهمش اشغال كتير. ف now it's a very good opportunity ان انت تروح and start hiring، تشوف ال resources اللي موجودة دي. فبالتالي لو في دكاترة معينين بالنسبة لنا مثلا، دي كانت شركة في أمريكا كان عندها صعب جدا إنها تعين دكاترة لأن الدكاترة في أمريكا السالري بتاعتهم عالية جدا، فكان بالنسبة لهم بيبقى صعب شوية إن يتم تعيينهم. دلوقتي في بعض الناس مش من التخصصات اللي هي بالنسبة لازمة لموجة الفيروس دلوقتي، أو بشكل ما بآخر كانوا هم تاركين المجال الصحي بيشتغلوا في كوربس بشكل معين، فبالتالي الكوربس دي تخلت عنهم لأي سبب أو لآخر. فدي فرصة كويسة إن أنت تهاير، زي ما تبقى فرصة كويسة جدا لناس كتير إنها ممكن إيفن حتى تهاير دلوقتي تكنيكال ديفلوبرز. الفترة اللي فاتت كلنا كنا في مصر عندنا مشاكل ان الهاي كاليبر تكنيكال ديفلوبرز يوجوالي بعد فترة بيبطلوا يشتغلوا في الشركات وبيشتغلوا طول الوقت لما اوت سورسنج لشركات من بره
او بي بي بيروحوا يشتغلوا في او يسافروا بره في اماكن كتير. للاسف السفر بره دلوقتي مش سهل وهيفضل كده فتره طويله، فدي فرصه كويسه بالنسبه لنا ان احنا to hire them ونديلهم فرص كويسه ونكبر معاهم، طالما احنا شركاتنا من الشركات اللي الظروف دي دلوقتي مساعداها وفعلا قادره انها تريز وتعمل حاجه اكبر. فده من ايه ادفايسز اللي احنا قلناها للشركات اللي الدنيا بتمشي معاها كويس. بالنسبه للشركات اللي الدنيا مش ماشيه معاها كويس، زي ما قلنا النصائح ان انت تقاطع الكوست بشكل معين، ان انت تقلل الـ ان انت تقلل الـ 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 المصاريف بتاعتك نتيجه السالاريز زي ما قلنا، سواء بالمبدا ده او المبدا ده، كل شركه على حسب ظروفها على حسب وضعها. من الحاجات برضو اللي اتكلمنا فيها ان في بعض الشركات تعالى نعمل كونسوليديشن. يعني ايه كونسوليديشن؟ يعني انا يعني طبعا الفتره دي في شركات كتير بتاعت الدليفري عامه ممكن تكون ازدادت البيزنس بتاعها، لكن باي ديزاين شركات الدليفري كلها بتشتغل بفيري سليم مارجنز، فبالتالي لشركات الدليفري اللي بتشتغل هنا انسب وقت دلوقتي او انسب حاجه تتعمل هو حاجه هما حاجتين يتعملوا، واحد كونسوليديشن، اتنين باكورد انتجريشن. كونسوليديشن معناها ان كذا شركه تبدا تشتغل مع بعضها بحيث ان تؤليمينيت كومبيتيشن ويبقوا شغالين مع بعض كومبيتينج، وده بيحسن المارجنز. اتنين باكورد انتجريشن، بحيث ان ايه احاول ازود المارجن بتاعي، ما يبقاش فقط ان انا بديليفري وخلاص، لا انا ممكن احاول ابقى مقدم للخدمه، احط ادد فاليو بشكل معين واقدر اشتغل بالطريقه دي. ففي الحالتين دول الكونسوليديشن والباكورد انتجريشن ده اللي كنا بننصح فيه بعض الشركات بتاعتنا اللي عندها مشاكل يت ممكن يبقى عندها فاينانشال سبورت وفلوس بشكل معين. فبالتالي ده نصحنا بيه كذا شركه من الشركات اللي معانا، وابتدى فعلا بعض الشركات تكونسوليديت مع شركات تانية، او ابتدى حتى شركات اكواير شركات تانية في البورتفوليو بتاعنا، وزين الكلام ده عشان ايه نحقق نتيجه كويسه عشان نقدر نعدي الفتره دي اللي هي فتره مطوله معانا. فغلط ان احنا نعتقد انها اسبوع او اسبوعين او شهر او 6 شهور او حتى لاخر السنه خالص، لان هي مش كده، احنا بنتكلم زي ما قلنا من سنه ونص لسنتين. طيب فده بالنسبه الجزء الخاص ب ان لو انت عندك بيزنس فعلا وابتديت تشتغل ايه اللي المفروض تعمله. طيب حضرتك ما عندكش بيزنس وناوي تبدا حاجه دلوقتي، هل ده صح؟ هل صح ان انت تبدا حاجه دلوقتي؟ طيب خليني اقول لك، يعني ما فيش وقت صح او غلط لبدء حاجه، يعني هي اجابه very generic انا اسف، بس يعني يعني إن اذا انت بتختار وشايف ان الوقت والزمن غير مناسب ان انت تبدا حاجه، فانا عايز اقول لك ان اللي بيفرق في نجاح الشركات بشكل قوي قوي مش فقط الوقت او الماركت، على قد طبعا دول بيفرقوا بس ما بيفرقوش قد ما بيفرق جدا الفاوندنج تيم والفاوندرز هيعملوا ايه. معيار النجاح في الستارت ابس بشكل كبير هو الفاوندرز ومدى قدرتهم على ان هم تو ادابتيف ويغيروا ويشتغلوا ليل ونهار والاكسكيوشن بتاعهم يبقى عالي. ده هو معيار النجاح بالنسبه لاي شركه حقيقيه او اي ستارت اب. الحاجات التانيه بتفرق بس it's just a rounding error، يعني مجرد ايه فرق بسيط مقابل الفاوندرز نفسهم ايه. فانت لو if you have the right founders او انت الشخص المناسب اللي عمل الفكره دي وانت شايف الفكره دي فعلا مناسبه ابداها، لانك لو ما بداتهاش دلوقتي عشان شايف ان الدنيا مش مناسبه ده بالظبط حضرتك هتبقى بتعمل نفس الخطأ اللي عملوه بعض الناس مثلا زمان في وقت مثلا الدنيا كانت لطيفة جدا، في ان هو يجي يعمل حاجة يبتدي اي شركة لمجرد فقط شايف ان الوقت دلوقتي مناسب، او مثلا يجي يفكر ان يلا هعمل حاجة زي اوبر وكريم مثلا بعد ايه بعد اوبر وكريم ابتدوا بسنتين وكده. ده خطأ وده خطأ، الاثنين تفكير خاطئ والاثنين تفكير بسيط ومش صحيح. فبالتالي وزي ما انتم شفتوا حضراتكم في الوقت اللي كان كويس جدا كم شركه نجحت ان هي تبدا في الميدل ايست وتبقى زي اوبر اند كريم؟ زيرو، ما فيش. فبالتالي نفس الفكره دي بالظبط لو حضرتك شايف ان انت ده كان فكره خطا وقتها ان حد يعمل حاجه زي كده هو برضه خطا حضرتك من حضرتك دلوقتي لو انت عندك فكره كويسه وعندك ذا رايت تيم ان يبتدي يشتغل عليها ان انت ما تبداش تشتغل او ما تبداش تبدا فكرتك اللي انت عايز تعملها. لان في كل وقت ليه ظروف، وهي لو حضرتك بتتكلم على ستارت اب والستارت اب دي تكنولوجي بيزد، عشان السؤال ده جاي من الاسئله هل لازم ستارت اب دي تكنولوجي بيزد ولا لا، مش اساسي انها تبقى تكنولوجي بيزد، بس فايده التكنولوجي هنا انها بتساعدك ان انت تعمل حاجات كتيره قوي، تقدر تعملها فيرتشوالي، تقدر تعملها بلور مارجن، تقدر تعملها بشغل احسن بكتير، عكس مثلا ان انت حد يروح يبدا مطعم دلوقتي مثلا او يبدا حاجه زي كده. فبالتالي لو احنا بنتكلم على الشغل بتاعنا فاحنا بنتكلم على الستارت ابس اللي فيها تكنولوجي، حضرتك ابداها دلوقتي لان ايه ده وقت مناسب. ليه وقت مناسب؟ عشان زي ما قلنا
كومبيتيشن اقل بكتير، لان مفيش كومبيتيشن بتصرف كتير في الوقت ده. ايفن حتى الكوست في اكوزيشن بالنسبه للماركتنج شانلز، تلات ارباع الناس زي ما قلنا اللي هم شغالين، وزي ما نصحنا حتى كات البادجت بتاعت الماركتنج، فدي فرصتك لو انت لسه ما ابتديتش او لسه في البدايات ان انت تاخد حته معينه وتبدا تصرف في الماركتنج، فبالتالي تبدا تظهر في حته معينه. وصدقني هتلاقي الناس اللي ما كانتش بتكلمك قبل كده، من سواء ماركتنج ايجنسيز او كانوا انت تبعت لهم ما بيردوش عليك، هم دول اول ناس بيجوا وراك دلوقتي اول ما تبدا، عشان ايه؟ يحصلوا على اي حاجه، لان الوضع بالنسبه لهم مش احسن حاجه دلوقتي. فبالتالي there might be a great potential بالنسبه للناس اللي تبدا دلوقتي. اه فاند ريزنج هيبقى اصعب، بس ما حدش قال ان هو مستحيل. كل اللي هيحصل ان الانفستورز هيحاولوا يبقوا مور اوبورتونستيك، هيحاولوا يضغطوا عليك اكتر، هيحاولوا ياخدوا منك اكتر، وده مش مشكله كبيره قوي. ومش كل الانفستورز هيعملوا كده، لكن يعني حتى اذا عملوا كده وانت وافقت على حاجه زي كده، يو كان ستارت اند يو كان ريتش مايلستونز بشكل معين، لان انت حتى الريسورس اللي انت هتاخدها احسن كتير جدا، وممكن تبقى في وقت تاني صعب ان انت تاخد نفس الريسورسز لان الشركات التانيه بتتخانق عليها. فبالتالي that might be a good time to start. And again it's a trade-off. Plus ان هو من فوائد التكنولوجيا عامة ومن البروميسز الرئيسية بتاعتها ان دايما بتخلي الحاجات cheaper, more optimized and cheaper. فبالتالي لو حضرتك بتعمل حاجة هتخلي الحاجة دي توصل نفس الخدمة بنفس الجودة بس بسعر أقل بكتير وأرخص، طب مين مش عايز كده دلوقتي؟ أكيد كله عايز كده دلوقتي، وأكيد كله عايز حاجة زي كده بالنسبة لهم هتساعدهم بالطريقة دي. وفي بيزنس كتير ممكن نتكلم فيها بالتفصيليه في وقت تاني يعني، او ممكن تبعتولي وانا ارد عليكم او كده يعني، بحيث ان ايه وات كايند اوف بيزنس احنا ممكن نتكلم عليها. طيب ده لو حضرتك اوريدي لسه ما بداتش، ولو لسه ما بداتش وعندك فكره لو سمحت ابدا واشتغل، because there's a lot of opportunities موجوده. طيب ايه كمان؟ ده بالنسبه للشخص ابتدى او شخص ما ابتداش. خليني مثلا من الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها، من ضمن الظروف مثلا الحاجات اللي ممكن تساعدك حتى بالنسبه لك دلوقتي لو انت كشخص من الناس اللي لسه ما ابتديتش او ابتديت بشكل بسيط. زمان كان الناس محتاجه الكاش فلو بتاعهم بشكل معين، بالذات في حاجات المرتبطه بالاي كوميرس والبيزنس والكلام ده كله. طيب الحاجات دي لو ده حاصل فعلا، كان دايما محتاج كاش فلو بشكل كبير، وممكن لغايه دلوقتي تبقى محتاجه، لكن كان جزء من الكاش فلو اللي انت بتبقى محتاجه كان جزء عشان حاجه اسمها كاش اون ديليفري. طيب الخبر السعيد دلوقتي اللي بيحصل ان الكاش اون ديليفري على الرغم من طول عمره كان مهم جدا في الفتره اللي فاتت في الميدل ايست، الا ان دلوقتي ما عادش بنفس الاهميه، لان الناس بقت دلوقتي خايفه ان ايه تلمس كاش او تقابل حد او تعمل كده. ده من ناحيه. الناحيه الثانيه a lot of people بقت كاش اون ديليفري عشان الكيرفيو، عشان الحاجات دي بقى صعب ان الاكونت ريسيفبلز وفلوسهم يحصلوها من بره. فده بالتالي خلى الناس اللي حتى معاها كاش بشكل قوي وكانت تقدر سبورت كاش اون ديليفري توقفها. احنا يعني شفنا نون دلوقتي وقفت كاش اون ديليفري، وكذا حد الفتره الجايه هيوقف كاش اون ديليفري because it's not working. فدي فرصه كويسه ان ايه بقت تفلاتن، بقت كل الناس تساوت، الرؤوس تساوت بشكل ما باخر في حاجه زي كده. غير طبعا الفتره الجايه كل الناس اللي كانت في ريتيل بكل الحاجات دي كلها عايزين متنفس ان هم يروحوا اونلاين، عايزين يبيعوا اونلاين، عايزين يعملوا حاجه زي كده. فدي فرصه قويه جدا للناس بقى اللي بتشتغل على الوير هاوسز تكنولوجي، على الناس اللي بتشتغل في الفاليو تشين بشكل كبير، في كل الحاجات دي هتلاقي سيرج كبير جدا في الحته دي وبتشتغل بشكل كويس، فبالتالي يو مايت جيت ا جود بوتنشال في المكان ده. طيب ده انا كده يعني ممكن اكون غطيت ان هو لو انت عندك بيزنس او انت ما عندكش بيزنس ايه اللي ممكن يحصل في الحالتين. نيجي نتكلم طيب على حاجه كمان من الاسئله اللي اتسالت. كان اندرو النهارده كان بيسال يعني كلنا لينا غلطات غبيه، انا من ضمن الغلطات الغبيه اللي انا عملتها I passed on TikTok لما كان اسمه ميوزيكلي يعني. فهو كان بيسالني why did I passed on investing فيه بالحاجه زي كده. طيب اول حاجه انا ما كنتش فاهم ايه البوتنشال بتاعه بشكل ما باخر، لان هو السيجمنت بتاعته هي مختلفه عن السيجمنت السنيه بتاعتي يعني. وده خطأ كبير كلنا بنغلط فيه، ان هو اوقات كتير بنحكم على الموضوع فقط من عينينا مش من عينين البوسيبل كلاينتس اللي موجودين. هل بيقول لي كان نتيجه ديب اناليسز عملته؟ لا والله للاسف كان ديب اناليسز، لان هو كان واحد من الانفستورز بتوعهم از ا جود فريند اوف ماين من اوائل الانجل انفستورز، عرفني عليهم وقال لي طيب واي دونت يو انفست وذ ذم، فاي جاست باست اون ات. يعني يا ريت كنت عملت ديب اناليسيس اكتر. لو كنت عملت ديب اناليسيس كنت هاخد بالي من حاجه تانية بسيطه، ان هو بالظبط عامل زي تولز كتير موجوده اللي بنسميها بتحول الانسان لسوبر هيومن. يعني ايه سوبر هيومن؟ يعني ممكن ما انسان
بالطبيعي دمه يلطش وملوش اي لازمه، لكن بمجرد ان انت تدي له حبه تولز بقى فجاه دمه خفيف وبقت الناس بتضحك على حاجات شغل اللي هو عملها. نفس الحاجه واحد ما بيعرفش يصور ولا اي حاجه مثلا زي حالاتي مثلا، فجاه بقى ممكن يبقى في املك منه، عنده الفلترز بتاعت انستجرام ويطلع الصور ويعمل ويأديت والكلام ده. فبتحول ناس بقدرات متواضعه بتديها تولز بتديها تكنولوجي تحولهم لناس قدرات اقوى بقى سوبر هيومنز في حاجات معينه. فلو كنت خدت بالي من وقتها من الكلام ده او فجأة اديت تفكير اكتر، ممكن كان يعني زماني مستثمر فيه وعملت ارقام كويسة. بس حصل خير، في حاجات كتير بنخسرها يعني مش مشكلة. طيب هل في اي اسئلة يا جماعة محتاجين حضراتكم تسألوها او تعرفوها قبل ما نبدأ ندخل الاسئلة اللي ايه اللي اتذكرت قبل كده؟ فانا دلوقتي معاكم هنا على ال يعني اوكي بيقول سؤال هنا تتكلم عن الفند بالنسبه للستودنت اكتيفيتيز. طيب ستودنت اكتيفيتيز دلوقتي انا يعني مش عارف هل انا انسب شخص اتكلم عنها ولا لا، لان دي بره المجال بتاعنا، لكن اكيد في ان جي اوز كتيره جدا بتشتغل وبتفند الكلام ده يعني. واي ثينك ان الان جي اوز الفتره الجايه هيبقى معاها فلوس اكتر برضه انها تسبورت حاجات كتيره، بس المهم تبقى الستودنت اكتيفيتي في حاجه ريليفنت بالنسبه لهم. What are the sources of fund without giving equity؟ طيب في كتير من السورسز للفند without giving equity، من ضمنها حاجات الكومبيتيشنز المسابقات، من ضمنها بعض الناس اللي بتفاينا الفندز اللي هي مرتبطه بالجامعات بشكل ما او باخر الحاجات دي، لكن دايما حجمها مش كبير، حجمها صغير. بلس ان الفتره دي صعب ان احنا نتخيل ان حد يعني هي raise funding without giving equity. زي ما قلنا الفتره دي الناس هتبقى طمعانه شويه اكتر في انها تاخد equity اكتر منك. تمام. طيب هل في اندرس في مجال الفود والاي كوميرس؟ انا مش عارف انت قصدك اي كوميرس فودز ولا الاي كوميرس والفود، بس انا هجاوب على الاثنين. يس في اندرس في مجال الاي كوميرس بشكل كبير جدا، لان من الحاجات اللي هتريباوند بشكل قوي جدا الفتره الجايه هتبقى الاي كوميرس، من اول حاجات قبل الريتيل طبعا. الريتيل للاسف يعني او الريل استيت او الحاجات دي حصل خير الفتره الجايه، فالاي كوميرس ديفينتلي هيريباوند وهيريباوند بشكل قوي قوي. It depends على الحاجات اللي انت محتاجها والحاجات اللي انت ناوي تشتريها. لو انت ناوي بتشتري حاجات مثلا يعني مثلا البيجامات دلوقتي زي يعني الكوزماتكس بتبيع زي الفل، الحاجات دي كلها الحاجات اللي هي مفيده في القعده في البيت برضه تبقى لطيفه. في حاجات تانية ممكن ما تبقاش مفيده دلوقتي لكن قدام هتبقى مفيده اكتر. ديفينتلي برضه كل ما انت تحاول تبيع الحاجات بسعر ارخص او تشيبر او بشكل احسن، كل ما انت تعرف تبيع بشكل اكبر بكتير. مجال الفود again cloud kitchen قبل كده تاني نجاتي اتكلم عن الموضوع ده، دي من الحاجات المميزه وكويسه، لكن مجرد ان انت راجل بتاع food delivery وخلاص I don't think ان هيبقى عندك value في الحته دي. What is the thing between the owner and the investor please؟ طيب again طول عمر الكلام ده كان الطبيعي ان انت you don't give away رقم من 20% في كل راوند بتاعتك. الظروف دلوقتي ممكن تتطلب ان انت تجيب اكتر شويه، لكن اكتر شويه مش لدرجه طبعا 50، اكتر شويه مثلا ممكن 5 10% كمان زياده يعني. طبعا ده في كل بعد كده الناس بتديها كلها. لو في خاصه بالسياحه بعد الظروف اللي احنا فيها وده اثر عليها كتير، حضرتك شايف ايه في الجايه؟ يعني مش عارف، بس يعني انا عايز اقول لك ان اير بي ان بي نفسها اساسا ابتدت تعمل كاتنج للامبلوي بنفيتس وابتدت تعمل حاجات كتير قوي الفتره دي. ف اي وود ثينك ان انت you need to have a completely different يعني different خلينا نقول angle بتروح بيه الحته زي دي. انا اسف حضرتك مش حضرتك، لحضرتك المفروض يبقى ليك عندك different angle تتارجت بيه الموضوع ده بشكل ما او باخر. الانجل ده ما يعتمدش على السفر بشكل قوي او ما يعتمدش على الاختلاط بشكل قوي، زي ما قلنا الموضوع ده مطول معانا. باسم يقول لي international travel and moving challenge for investors and entrepreneurs as well, whether for international events or scalability meetings and agreements. Definitely السفر صعب بالنسبة لنا جدا دلوقتي، لكن ده ما بيوقفش الشغل، الشغل لسه بيحصل وبنتكلم وبنشتغل، بس الفكرة ان الميديا مختلف. هل أصعب؟ أصعب. هل مش متعودين عليه؟ مش متعودين عليه. هل هنعدي وهنتعود عليه؟ لازم نتعود عليه، هنعمل ايه تاني يعني؟ فهمت قصدي؟ ده الحل الوحيد ان احنا نعمل حاجة زي كده. طيب هل اوتوموتيف تك ده وقت كويس ليها؟ بص الترانسبورتيشن عامه يا شادي
في الفترة دي يعني مش من ضمن أنسب حاجة يعني إن الواحد يشتغل عليها unless there is again أنجل معينة أنت داخل فيها ممكن تبقى مفيدة للناس. لكن يعني بص كده ان ابستراكشن هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان طول عمر الترانسبورتيشن والكوميونيكيشن بيشتغلوا في ويفز مع بعض. يعني في ويف معينه بتبقى البيزنس بتاع الترانسبورتيشن هو اللي بيعلى قوي، البيزنس بتاع التلي كوميونيكيشن بينزل جامد زي الفتره اللي فاتت، اوبر ان اوبر لايك والحاجات دي عماله بتعلى جامد قوي، ووايل التلي كوميونيكيشن والتلكوز والحاجات دي عماله بتنزل جامد. والفترة اللي قبليها ممكن كان في الساتلايت كوميونيكيشن، في الحاجات دي كلها، وايل ان ايه كانت العربيات والجزء بتاع العربيات في النازل بشكل او باخر. قبليها لا كان في ريل ويز والنقل والحاجات دي هي بتكبر والحاجات دي كلها. فلسبب ما اخر ترانسبورتيشن اند كوميونيكيشن يا شادي بياخدوا سايكلز مع بعضها. And it looks like لسبب ما اخر يعني ان السايكل اللي احنا داخلين عليها again it's another cycle of telecommunication. فبالتالي unless you have very interesting thing and a different angle in transportation, I don't think ده هيبقى حاجة مناسبة دلوقتي. هل الماركتينج دلوقتي لعيادة علاج طبيعي مناسب ولا استنى؟ مش عارف صح، بس يعني اللي اقدر اقوله لك ان انت الكوست في اكوزيشن وان انت تبراند نفسك وان انت تبقى معروف هيبقى مناسب. هل الصح ان حد يعمل علاج طبيعي دلوقتي او ان يحصل فيه فيزيكال كونتاكت او حاجة زي كده؟ I don't think this is even possible في دول كتير يعني. فيعني ان انت تعمل براندنج وان انت تبقى معروف ممكن ده انسب وقت لان ساعتها رخيص، لكن هل ان ده هيدي نتيجه يبقى عندك كلاينتس؟ I seriously doubt this. طيب you're wondering if I got to... ماشي. السؤال ان حد عايز يعمل حاجه شبه سوق وجوميا حاجه جديده وشكل مختلف، why not different. زي ما قلنا الاي كوميرس من الحاجات اللي ايه هتريباوند بشكل كويس. بخطط ارجع مصر وافتح بيزنس في مجال المكونات الكهربائيه. الجزء بتاع الهاردوير عامه من الحاجات الصعبه شويه. ماشي يا نجاتي، اوكي انا موافق عليك وانت علمت عليا خلاص دلوقتي. انا عارف ان انا خسرت كتير، فمش لازم تقول لي هو عمل كام مالتيبل في الانفستمنت بتاعت موزيكال يعني. سمر، وات اف ماي بزنس از ماشي. الحلش الأسئلة بتجري بسرعة على كل حاجة. As an investor do you think... ما لحقتش أقرأ السؤال يا سامر، آسف. The cutting of salaries 50-25 سنة because of the crisis where... بتسألي على سؤال الناس تعمل cutting لل salaries 50-25 right or fair. كل بيزنس له ظروفه، كل ليدر هو عارف هو بيعمل إيه. في النهاية زي ما قلنا في مبدأ التكافل أو التراحم، إن إحنا كل الناس بتقل بنفس الناس بتشتغل مع بعض، حد تاني بيختار نسبة أقل شوية أو بيختار إن يمشي الناس اللي هي non performing. ف fair or right طالما بيمشي الناس بما يرضي الله وبيديهم كل حقوقهم خلاص، لأنه ممكن يوديهم في أي ممكن كان يمشيهم في أي لحظة ما بمصير اللحظة دي يعني. بس المهم أهم حاجة الناس ما يكونش عليهم حقوقهم يعني. The difference between economics of scale and scope optimization and scale cost save life Live of customer. Okay. يعني economies of scale يعني ده topic تاني مختلف ممكن نأجل الإجابة عليه دلوقتي. المشاريع المختلفة دي جاوبت عليها بشكل بسرعة. How does backward integration work in LD اللي هي learning and development industry صح؟ طيب بص يا تامر، الباكورد انتجريشن في الحته دي باي ديزاين المفروض الليرنينج اند ديفلوبمنت اندستري ديزاين المفروض شود بي هاي مارجن اندستري. الباكورد انتجريشن بتاعك هنا في ان انت ممكن تبقى انت عندك your own materials your own intellectual property الخاصه بيك، مش ان انت بتاخد حاجه من حد تاني. فبالتالي يبقى ساعتها انت اللي بتعمل الحاجات دي، انت اللي بتعمل فريم وركس، انت اللي بتشتغل عليها، فبالتالي ممكن تزود المارجن بتاعتك اكتر يعني. بس باي ديزاين حتى لو انت بتجيب من حد تاني او الشغل بتاعهم ال ان دي اندستري طالما بتحصل اونلاين should be very very يعني it has a very good margin في الوقت الحالي. Seeking growth or profit. Seeking الاثنين يا عمرو. Growth or profit. ليه؟ يعني
eventually اي بزنس في الدنيا لازم يبقى profitable business، فبالتالي you should show ان انت اليونت ايكونومكس بتاعتك هتوصل لغايه profitability، and you should and the only way ان انت توصل حاجه زي كده هي through growth، لكن ان انت profit من day one والحاجات دي not make any sense وحتى مش منطقي. فهمت قصدي؟ لازم تعدي فتره معينه لغايه ما توصل، وساعتها توصل بعد كده ايه اليونت ايكونومكس، ساعتها ميكينج سنس بالنسبه لك ان انت تبقى بتتكلم على بروفيت بشكل معين، والجروث بتاعك لازم لما تصرف عليه تصرف عليه بما يتساوى ويتوازى مع قدراتك الماديه او قدرتك على الفند ريزنج بعد كده. How do you see M&A deals consolidation post COVID is vertical? Yes, M&A الفتره جايش تماما وهتزداد كمان، هتشوف شركات كتير بتشتري شركات، هنلاقي شركات بتشتريها within نفس ال vertical او verticals مكمله لبعضيها. typical businesses كان عندهم فلوس كتير نتيجه الاحداث اللي حصلت دلوقتي، ما بقوش قادرين ان يحصلوا على الفلوس دي، لكن لسه ستيل عندهم cash reserves. cash reserves دي هيستخدموها في ان يشتروا شركات كتير من الحاجات دي، فبالتالي شركات زي الاي كوميرس، شركات اللي بتطلع ببزنس مودلز جديده، كل الناس هتبقى عايزه تعمل حاجه جديده because this is a time of change. Time of a crisis is a time of change. أي حد يشوف إن هو he is the right person for the right for this time هتلاقي ناس كتير مقبلة عليه وعايزة تشتري. طيب إيه اللي يخلي حد بيسأل على convertible notes؟ حاضر، دي ممكن أجاوب عليها بعدين بس مش هينفع أشرحها دلوقتي. إيه اللي يخلي VC أو angel investment for early stage startups في الظروف الحالية؟ ان شايف ان دي فرصه كويسه. احنا اوريدي عملنا استثمارات في حاجات معينه، زي ما قلنا في مثلا عندنا شركه في مجال الاونلاين اديوكيشن، مضت عقد مع وزاره التربيه والتعليم في احدى الدول نتيجه الموضوع ده. they are on track to make revenues almost or 100 مليون دولار. فبالتالي اذا مش دي شركه ناجحه في خلال سنه واحده توصل للرقم ده، يبقى ما في ايه تاني ممكن تديفاين ات از شركه ناجحه يعني. فبالتالي ناس كتير بتبقى عايزه تستثمر في حاجه زي كده. أنا كنت لسه رايح امبارح أبدأ أول مشروع عيادي في مجال بيع وتوصيل الخبز وبعض المنتجات الأساسية. طيب كويس، go ahead again، يعني it is the right time to start as long as you have the right founders. إزاي أقدر أتحكم في البادجت وأنا لسه ستارت ومفيش أي founders وأحقق تارجت يكون مربح؟ باختيار البيزنس السليم، اللي هو حط بلان بشكل معين مناسبة للوقت الحالي، وفي نفس الوقت تبقى مقتنع بالأيديا دي ليها ريل بين حقيقي انت بتعالجه. ليه ما فيش فرص استثمارية في الصعيد رغم ان استهلاكي جدا؟ للأسف انا ما عنديش معلومات في الحتة دي فعشان اقدر اجاوبك عليها، لكن I think ان زي ما انت فعلا سوق استهلاكي قوية لازم يبقى في فرص استثمارية هناك طبعا. What's your opinion of investment in ethanol plant which can start production with less than one month? Is this booming industry or flashing industry will die after corona? بص، البيزنس ان جنرال بتاع التصنيع بيزنس مش سهله، بتاخد فرص وتاخد يعني مجهود كبير. هل البيزنس كومبليتلي اوتوميتد؟ وهو كومبليتلي اوتوميتد ايه اللي يمنع ناس تانيه غيرك تعمل حاجه زي كده؟ ديفينتلي في سبلاي دلوقتي اعلى من ديماند، لكن انت تعتقد ان السبلاي سوري في ديماند اعلى من السبلاي، بس اعتقاد ان الجاب دي هتفضل بالحجم ده وهتزداد، ده اعتقاد غير سليم يعني، لان كل الناس شايفه حاجه زي كده. لو كل الناس شايفه ان دي فرصه هناك وكل الناس بتجري عليها، اغلب الظن يعني دي مش فرصه مناسبه، unless انت هتعرف تجري عليها قبل غيرك وتعرف تبني، بيسموها الديفنسي، ان انت تبقى صعب على غيرك ان يدخل يهاجمك في الحته دي او ان يقدم نفس الفرصه بتاعتك. طيب ازاي اقدر اقيم شركه ولسه مفيش معاملات تمت على الموقع الخاص؟ اغلب الظن ان انت تقيم ظن وتشوف انت محتاج فلوس قد ايه، وتحاول ما تديش ايكويتي كتير للانفستور، ساعتها هو بينيجوشيت معاك وهيبقى ساعتها هو نيجوشيشنز بينك وبين الانفستور. opportunity for fintech fundraising specifically payments. طيب fintech عامه من الحاجات اللي احنا بنبص، يعني احنا البورتفوليو بتاعنا فيه كذا fintech، فيه كذا حاجه، فمن الحاجات لقينا ان فيها growth محترم بشكل كويس fintech to the extent حتى ان احنا في حتت معينه intentionally عملنا limiting للgrowth بتاع الشركات دي عشان نعرف نكنترول الدنيا تمشي ازاي. ف I think ان الايه الفند ريزنج في الفنتك الفتره الجايه من الحاجات ال very promising. معلش يا جماعه، انا ممكن هطنش بس بعض الاسئله اللي بتبقى شكلها عشان اقدر اغطي اكتر حاجه من الاسئله اللي بتيجي. Fully detailed business model with the resources that project might and hope for funds possible to raise fund. Yes, it is possible funds. الناس معاها فلوس، الناس بس مستنية الفرصة الكويسة، بس it is possible to raise funds definitely. لكن you need to show him
ان انت فرصه كويسه. you need to show him that there is a possibility في حاجه زي كده. I'm a teacher and I work like a teach student from home. great. كلنا محتاجين حاجه زي كده دلوقتي اكيد طبعا. هل يكون في اقبال الفتره دي على خدمات بيع مواد غذائيه اونلاين؟ يس، في اقبال على بيع مواد غذائيه اونلاين، بس لازم تبقى زي ما قلنا backward integration عشان to make sure ان انت you're not only فقط delivering. لأن الديليفري بزنس is a very slim margin business. What's better in developing business model in early stage to create revenues by imposing constraints or allowing growth by removing them? Again, you cannot reach the profit اللي انت عايز توصله. بص يا جماعه، growth مرتبط بالبروفيت، مرتبط بالاكسكيوشن. الثلاثه دول مرتبطين ببعض بشكل قوي. ما ينفعش اقول طب انا عايز اعمل growth ولا profit. لو انت عايز تعمل profit من اول يوم وانت ما عملتش growth، يبقى انت عملت ايه او وصلت لايه؟ فهمت قصدي؟ اذا انت بتقول انا عايز اعمل growth و profit while ال execution بتاعك not optimized ومش شغال، مش هتنفع توصل ده ولا ده، مجرد دي اضغاث احلام يعني. فبالتالي حكايه ان حد بيحط growth في مقابل profit، this is wrong. هما الاثنين لازم يبقوا aligned مع بعض، والقصه لازم تكمل مع بعضيها. القصه معناها ان انت عندك unit economics مظبوطه، بعد فتره معينه من الجروث تحقق لك البروفيت اللي انت عايزه. بيقولوا انه صعب اقدم معاكوا في كاش كاوز بما ان منطقتك بتدعم مكسب، وده ممكن يكون متعارض مع البيزنس بتاعك. احنا عادة ما بنستثمرش مع شركات competing with each other. احنا عمرنا ما بنستثمر في شركتين بيكويتوا مع بعض، بس ده على مستوى Endure Capital. على مستوى Cash Cows I'm not involved في ال day to day operations بتاعت Cash Cows. بالعكس، لو انت عندك business كويس روح واتكلم مع التيم اللي ماسك Cash Cows، ولو هو لقى انه كويس definitely ممكن يستثمر مع حضرتك. How we can monetize on events and summit in the region. There is no culture for such a thing in the region. مش شرط يعني، مش شرط ان انت تشتغل على مستوى region. وليه ما يبقى تحاولش انت تجرب؟ ممكن تجرب مرة او اتنين، انت مش تخسر حاجة. المونتايزيشن بتاعها لو انت جايب يعني very خلينا نقول unique content بشكل معين والناس محتاجاه مستعدة تدفع فيه، ليه لا تدفع فيه يعني يا صلاح يعني. What is your genuine opinion on corporate venture building? Corporate venture building يعني I think الفترة الجاية زي ما قلنا في شركات كتير هتبتدي تشتغل على acquisition. خد بالكم معظم الشركات، حتى الشركات ال enterprise sales الكبيرة، شركات ال IT، دول معظمهم يعني ايه لابسين اسود يعني، فاهم قصدي؟ والفترة الجاية هيلبسوا اسود اكتر، لان ما فيش اي بزنس موجود، والبزنس اسوأ بكتير. واول حاجة زي ما قلنا بتقطع عقود ال IT الموجودة. فكل الناس دي عندها فلوس، هيحاولوا يشتغلوا في النيو بزنس مودلز، هيحاولوا يجيبوا حاجات جديده، هيحاولوا يتارجتوا ستارت ابس، هيحاولوا يعملوا الكلام ده كله، لان الحاجات دي هي اللي ممكن يبقى فيها بوتنشال الفتره الجايه بشكل او باخر اكتر نتيجه الظروف اللي حاصله. فبالتالي we'll see a lot of corporate venture زي اللي بيسموه CVC corporate venture capital موجودين. I think ان يعني if they are right or they're doing a good business ان شاء الله هيكسبوا بشكل كويس، وده هيساعد في الايه في الجروث العالي لكل الناس بشكل ما باخر. كلمني عن الافيليت شويه. طيب الافيليتس، افيليتس ان جنرال يعني زي ما قلنا الماركتنج من الحاجات الصعبه قوي الفتره دي، وشركات كتير بتشتغل في الماركتنج اتاثرت جامد. من اكتر الحاجات اللي ممكن تبقى تاثيرها قليل بس برضه هتتاثر هي الافيليتس. ليه؟ لان الافيليت بتعتمد بشكل ما باخر على السكسس فيز. طيب فبالتالي ناس كتير ممكن تقطع حاجات بس بشكل معين على فيليت هيسيبوها، لان هي ايه بتعتمد على ان في حصل فعلا سيلز، حصل فعلا حاجه حقيقيه ولا لا. It depends انت بتعمل افيليتس ليه وتبيع ليه. لو انت بتعمل افيليتس لحاجات سياحه ولا حاجات كده حصل خير، فالنام it will not converge. لكن لو بتعمل افيليتس لحاجات مرتبطه بجماد دلوقتي هتبقى زي الفل، رائعه. بتعمل افيليتس بحاجات مرتبطه كوزماتكس even great، كل الناس عايزه شكلها يبقى لطيف، ما يبقاش شكلها اي كلام في البيت. فبالتالي هيبقى الحاجات دي كلها موجوده وهتشتغل بالطريقه دي. اتمنى اكون جاوبتك. لو انا لسه متخرج من ستارت اب، decide on the needed investment round, is it by the achievable milestone within 1-2 years or another parameter? Yes، ده جزء مهم يا مصطفى فعلا. انت بتحدد انت محتاج قد ايه في خلال
قبل كده كنت ممكن اقول لك سنه ده حاجه كويسه، لكن سنه دي ما عادتش مناسب. انت المفروض دلوقتي من سنه ونص لسنتين تحتاج انت تحقق قد ايه، فبالتالي ده المبلغ اللي انت محتاجه، ممكن تزود مثلا 10% عليه بالطريقه دي. خد بالك الفتره دي لا، في ناس هتنجح تريز فاندز، وفي ناس مش هتنجح تريز فاندز. هتنجح تريز فاندز معناها يو ار فيري سيوتبل للفتره دي، فبالتالي لازم تعمل حسابك ان سنه ونص لسنتين، ولازم تبقى ايه فليكسبل شويه في التيرمز، لان كل الناس هتحاول تضغط في التيرمز. How to measure a company's value considering a brand value in order to calculate the percentage of the new partner. Thank you. هل new partner is a co-founder؟ لو new partner is a co-founder، صدقني يعني في الظروف اللي احنا فيها انت لسه almost بتبتدي من الاول يعني، فبالتالي شوف انت ايه التراضي اللي يحصل ما بينكم واشتغلوا عليه. اي حاجه تانية it's over calculations لحاجه لسه صغيره وما تسويش حاجه. يعني في النهايه شركاتكم مهما حصلت لسه صغيره، المستقبل كله لسه قدام والفاليو كلها قدام. فلو هو ده الشخص المناسب ليك وان انتوا تشتركوا مع بعض، هتوصلوا لنجاح كويس مع بعض، وهيبقى ساعتها هيز contributing بشكل كبير. لو هو مش الشخص المناسب، يبقى اساسا ما توجعش دماغك وتكلكليت اي حاجه. أيمن إحنا اتكلمنا في الموضوع ده يا صديقي قبل كده. ف I don't think إن أنت حاجة جنية على transportation دلوقتي من الحاجات اللي تبقى مناسبة أوي. طيب عمرو، what is the best approach for data business nowadays؟ مشكلة data business it takes a lot of time in order to monetize. ف the best approach دلوقتي إن أنت تجري وت collect data as much as you can وتقنع بعض ال investors it's a long term play. خصوصا المجال بتاعك ان هو المجال الصحي، فده من الحاجات المهمه في حاجه زي كده. اقنعهم اتس لونج تيرم بلاي، كولكت داتا بشكل كبير، دونت ثينك اباوت مونتيزيشن في الوقت الحالي، بيكوز مونتيزيشن في الوقت الحالي بالنسبه لحاجه معتمده على بيج داتا بشكل كبير او معتمده على بيج اماونت اوف داتا مش اتشيفبل. تمام، الفكره بس لاقي الانفستور اللي هو فاهم الكلام ده ويشتغل معاك على الموضوع ده. يا سامر، if my business technology is not بيعتمد على human interaction shall I disregard it for now؟ يعني للأسف يعني I think ان انت محتاجة تفكري بشكل مختلف دلوقتي. يعني not necessarily انت disregard the business tag تماما، لكن محتاجة ان انت تفكري بشكل مختلف في مر فيه. ايه رأيك لو عملت carry shift في الوقت ده؟ انا مش عارف انت بتشتغل ايه ومش عارف انت ناوي تعمل كي شيفت لايه يعني، بس it's a time of change. لو انت شايف ان ده الوقت مناسب جو اهيد. يعني a startup to solve the coronavirus spread issue with a good idea، والله يا ريت لو انت في startup can solve coronavirus spread. يعني I think ان انت ممكن يعني لو نزلت قدام ترامب في الانتخابات تكسب اساسا، مش بس تاخد fundraising. كان a marketing event management agency get fund في الوقت الحالي لو هي طبيعية أو طبيعي خالص إن هو event management agency، I don't think إن من السهل جدا إن حد يفند الشركة دي دلوقتي. How do you see the opportunity for health tech startups today؟ I see it's a great opportunity. Unless إن أنت ما عدا ما تبقاش أنت شركة تأمين، لأن يعني في ناس دلوقتي عايزة تعمل شركة تأمين. طبعا يعني صعب أوي إن أنت تبقى أنت شركة التأمين اللي بتصرف على الناس في وقت يعني في وقت في وباء عالمي يعني، فده مش هيبقى انسب حاجه. لكن لو انت شركه تانية بتخدم باي شكل تاني في الهيلث كير سيستم، I think it's a very good opportunity for health care startups. احنا شايفين across كل الهيلث كير startups بتاعتنا a lot of people interested فيهم، a lot of government grants بتجي لهم بالملايين دلوقتي، وكذا حد موجود عليها. Outsourcing, what's going to affect and the revenues outsourcing؟ I think outsourcing يعني هيعيش بشكل كويس. It depends انت بت outsource ايه يعني. Outsourcing for technical talent بشكل او باخر دي من الحاجات اللي هتعيش الفترة الجاية. Being a technical يعني marketing and sales، even حتى project management، الحاجات اللي هي كلها ال overheads او ال businesses دي كلها، I don't think ان هيبقوا مناسب ليهم ان يشتغلوا الفترة الجاية، أو مش well, they will not work as they used to work زمان. لكن أي حاجة technical، أي حاجة بتبني حقيقي technical، حد بيبني حاجة أو بيديزاين حاجة أو بيشتغل حاجة، I think there's a lot of potential الفترة الجاية. حتى لو ال potential دلوقتي لسه ما ازدادش قوي عشان الناس لسه مخضوضة ولسه مش مركزة قوي، الفترة الجاية هيزداد بشكل كبير.
recommend starting business and selling furniture and home accessories online? Yes, I think yes. I think selling furniture and home accessories online, that would be a good business في الوقت الحالي. كده كده الناس هتتجوز وهتفضل تتجوز، ده الحاجة الأساسية اللي هتحصل، فبالتالي مش هيبقى سهل بالنسبة لهم يشوفوا ويشتغلوا بالطريقة دي. The only challenge اللي أنا متخيله هنا هيبقى في supply side مش في demand side. بالعكس demand side هيبقى كويس جدا، supply side هو اللي ممكن يبقى فيه مشكلة بشكل ما بآخر. ف if you can secure supply أو تقدر يبقى عندك backward integration زي ما قلنا، مصانع بشكل معين تحصل عليها بالشكل الصحي المناسب للناس اللي بتشتغل هناك، I think that would be a very good business يا إسلام. هبدأ شركة شحن، حضرتك تنصحني بإيه الفترة الجاية أنا بجهز لها دلوقتي؟ يعني لو هي شركة شحن فقط طبيعي زي delivery بشكل معين، I don't think إن ده مناسب أوي، لأن شركات الشحن المارجن بتاعها ضعيف، اللي هي زي ما قلنا delivery عادة موجودة. لو شركات شحن cross border، yes لا cross border هتكسب أكتر لأن الفترة الجاية هتبقى أحسن. محمود شكرا يا حبيبي، ربنا يخليك. طيب في الايفنتس اندستري المستقبل كويس بعد الازمه دي؟ اللي هقدر اقوله لك في الايفنتس اندستري ان هيبقى ليها شكل مختلف بعد الازمه دي. هيبقى ليها مستقبل ما لهاش مستقبل محدش عارف، لكن اكيد هيبقى شكلها مختلف. لو انت تعرف ايه الشكل المختلف ده، تعرف تشتغل عليه وتعرف تراهن عليه، ده ممكن يبقى حاجه كويسه. هاي طارق، why do investors avoid solo founders and do you avoid solo founders؟ متهيألي الانفستورز بي افويد سولو فاوندرز عاده عشان بيتخيلوا ان هو ان سنجل بوينت اوف فيلير، لو الفاوندر ده مش موجود خلاص الشركه راحت، فبالتالي اتس هاي ريسك زياده. Do you avoid solo founders؟ لا انا ضد تماما فكره ان انا افويد سولو فاوندرز، بالعكس انا اوقات كتير بحب وبفضل السولو فاوندرز عامه فضلا الفاوندنج يعني. ذات لو المدري I built a tool for remote sales teams, productivity targets, B2B, service business worldwide. I built to solve internal problems where I was working. Now I have customers paying. Great. Montez Yahmed. Actually, I don't have enough cash to refine the project. Should I keep bootstrapped? Yes, you definitely should. Yeah, لازم تعمل اتنين. Keep bootstrapping and at the same time, بص على الكلاينتس بتوعك. الكلاينتس بتوعك لو انت بتقدم لهم حاجة فعلا مفيدة، هم أول ناس ممكن يبقوا يحبوا ينفستوا معاك. What are the pillars of the founding team for a tech-based company? Usually it's 3D. 3D يعني ايه؟ designers, developer and distributors. Designer معناها ان شخص فاهم البيزنس ده بشكل كويس، بيعرف يقول ايه اللي يتعمل ايه اللي ما يتعملش، يحدد البريوريتيز المختلفة، وده عادة في معظم الوقت is CEO يعني. فإتس نوت اونلي ا ديزاينر اللي هو جرافيك ديزاينر، هو حد بيديزاين البيزنس نفسها. فلازم التيم بتاعك زي ما قلنا يبقى ثلاثي الابعاد، designers, developer ده الشخص التكنيكال اللي هو قادر انه يديفلوب التكنيكال بزنس بتاعك، ممكن يبقوا الثلاثه دول نفس الشخص من نوت مستري بتاعت اشخاص مختلفين يعني. اخر حاجه ديستريبيوتور هو شخص عنده مقدره على السيلز. دول ثلاث حاجات المناسبه لاي حد يبدا فيهم. اجين ممكن يبقى واحد فيها يشمل الاثنين ويعوض بكوفاوندر الثالث او بايرلي امبلوي لو مش عايز كوفاوندر. ازاي اعرف ان فعلا ده الوقت المناسب نروح لانفستور؟ لو البيزنس بتاعك ابتدى فعلا محتاج فلوس وانت مش قادر تكمل بعد كده السمار بنفسك، يعني تحط فيه مجهود تحط شغل، يبقى ده الوقت المناسب ان انت تروح له. كل وقت ليه انفستور مناسب ليه، فبالتالي هتلاقي حد زي كده لو انت فعلا بتعمل حاجه اسمها. انا good time to apply to VC or talk angels. It's a good time definitely if you anything. كريداني، when is the right time to start looking for fund, earlier or later is better. I think يا كريداني على حسب انت بتعمل ايه، لكن يعني الفكرة هنا you will never lose talking to some people. At least اعرف هم عايزين ايه وبيفكروا ازاي يعني. نحاول بس اجاوب على كل الاسئلة. How can a company that offers on-ground workshops, talks related advertising content? Again, يعني stuff يا مصطفى يعني. How do you evaluate any restaurant tech related business right now? I think any restaurant related business عامة unless it's a cloud kitchen يعني هيبقى فرصة صعبة في النجاح أساسا يعني. What do you think وملهاش أي لازمة إن احنا حتى أساسا. What do you think about mobile app for scheduling courses between teachers and students like Visita? See,
ولكن كان الناس اوريدي ابتدت تعمل حاجات شبه كده وبيشتغلوا الحاجات دي يعني. ف unless you يعني you're coming up with a completely different solution مختلف بشكل معين, I think it will be tough to build أو الإقبال عليه يعني لو هو فقط بيعمل كده. What are your tips for making a winning pitch deck؟ بص, winning pitch deck والحاجات دي, أنا I don't believe في الحاجات دي قوي يعني. pitch deck for garden بسأل الناس تبعتها لنا عشان أبص وأبقى عندي فكرة كويسة قبل ما أدخل مع الميتنج. لكن في الحقيقة the most important thing is to build a winning business not a winning pitch deck. It's much important يعني. أو to show me that you are building إن شاء الله. Is any intention to invest in health tech startups due to current situation? Already إحنا عندنا حوالي 7 أو 8 شركات في البورتفوليو بتاعنا health tech. Yes, and we are looking for health tech startups عامة. And most of them are actually doing really well. What about selling shoes online this time? Selling أي حاجة online this time would be great. مشكلة دايما الشوز في أوقات معينة إن المقاسات, لو انت تعرف تحل موضوع المقاس او ان انت تظبط ان انت ابعت لك ونرجع ازاي, او بتبعت له كذا مقاسات مختلفه في نفس الوقت فيجرب كذا حاجه وترجع بقى ويرجع بعد كده الباقي, yes that might be a good thing يعني. عامه برضو الجزم بتاعت البنات احسن كتير من جزم الولاد, فبالتالي فكر فيها. بلس ان جزم البنات لو انت بقى اللي بتعمل الجزم دي اساسا, نرجع تاني لفكره الباكورد انتجريشن بشكل معين, يبقى ساعتها ممكن تعمل حاجه مميزه جدا لان مش هتبقى بتتباع عند حد غيرك لو انت بتعمل ديزاينز كويسه يعني. انا قلت على الاسمده العضويه. I'm regional digital marketing trainer consultant. What is your advice for digital consultants؟ يعني consulting in general يعني بص, الناس بتستغنى تماما اول ما يحصل مشاكل كبادجت والحاجات دي, بيشيلوا الماركتينج وبيشيلوا الكونسلتنتس. unless الكونسلتنتس ده مفيد جدا في حاجه مثلا زي او دي, في تيرن اراوند, في لاي اوفس, في الحاجات دي كلها ساعتها بتحافظ عليه. لكن غير كده consulting دلوقتي is definitely is not gonna work. What about healthcare, beauty, tourism, food delivery؟ healthcare تحفة, beauty محدش يقدر يعيش من غيره, tourism حصل خير, food delivery زي ما قلنا backward integration. يعني ايه high margin startup وليه delivery لازم يكون backward integration؟ طيب احمد, ده ممكن ياخد وقت اطول في الشرح, معلش هجاوب عليه في وقت تاني بشكل detailed اكتر. how's endure can carry out its due diligence process and how do you assess the risk of your portfolio companies؟ we assess the risk في حاجات تانية أكتر, بس more importantly than just assessing the risk is assessing the potential and the return بتاع الشركة. that an early stage startup, when we assess the risk, we assess the risk of the total portfolio, we don't assess the risk of only one company. what about designing an industry these days, the fashion design industry. fashion design industry is interesting, هتقعد فترة معينة مش شغالة. فنتيجة ان الفترة المعينة دي ممكن الفترة دي بتبقى 2 3 شهور, بس أول ما هترجع هي من الحاجات اللي هترجع بسرعة. هترجع الناس بتحب براندز معينة, وهترجع الناس عايزة يبقى في ثقة معينة في حاجة زي كده. make sure ان انت أو حضرتك عندك البراند دي, make sure ان حضرتك trustworthy بالنسبة للناس اللي يشتروا منك. how to know that your SaaS reached the product market fit؟ صدقني لما توصل البرودكت ماركت فيت لما بيجي بتعرفه لوحدك, انت مش محتاج تبقى يعني, طالما انت بتسأل يبقى انت لسه للأسف ما وصلتش يعني. شايف ان فرص العمل الفترة الجاية هتزيد ولا تقل في مصر؟ لا للأسف طبعا فرص العمل هتقل يعني, لكن مش في كل المجالات, لكن في المجمل كله على بعضه يعني دي ريسيشن, ريسيشن باي ديزاين, كل الفرص بتقل, لكن في مجالات هتزداد قوي اكتر من غيرها يعني. حاضر يا هشام, أول ما أوصل الرياض إن شاء الله بعد ما يفرج عننا من هنا هقابل حضرتك ويشرفني طبعا أن أقابلك. how do you see the KSA market in the upcoming period in terms of investment in startups؟ I think KSA market is a very solid market, وفي يعني real demand حقيقي. فبالتالي if you do custom حاجات consumers, you do حاجات healthcare, you do فعلا بتصور لين, I think yes is the good thing. زك يا عمر, do you invest in a startup that directly compete with one of your portfolio startups؟ لا مش هيحصل ابدا.
AI is commission-based business models are more challenging than subscription-based ones. على حسب اللي بتقدميه، في حاجات الكوميشن-based بتشتغل أكتر، في حاجات subscription بتشتغل أكتر. يعني لو أنت بتتكلمي مثلا في SaaS business بشكل معين، subscription بالنسبة له أسهل بكتير يعني عن just commission، حتى في إن أنت make sure إنه يعمل حاجة زي كده. Affiliates مثلا لو اشتغلت بـ SaaS لو subscription مش هتشتغل، هي بتشتغل فقط بكوميشن يعني، ف depends on the business يعني. زكي يا صلاح، our revenues are not it but will receive over a year and three payments that affect our valuation. yes يا صلاح، لأن في ناس ممكن ما تدفعش، فدي من الحاجات الصعبة. plus يعني لو أنا فاكر البيزنس بتاعك بشكل مظبوط، البيزنس بتاعك فيه جزء سفر، ف yes it might be of risk الفترة الجاية. طيب احنا ناقصنا أقل من دقيقة عشان نخلص. what about the real estate database, real estate and office. I don't think ده هيبقى كويس قوي الفترة الجاية unless انت طلعت فكرة تانية مختلفة. الدعم النفسي مجال الفترة دي ايه وطرق النمو؟ الدعم النفسي من الحاجات اللي هتكبر قوي الفترة الجاية وهتبقى متوقعة بشكل كبير. نشتغل فيها بشكل قوي. شكرا يا احمد ليك. طيب كده يا جماعة خلصنا ساعة. شكرا لحضراتكم، شكرا لكم. لكل الأسئلة أنا هبص عليها تاني وأحاول على قد ما أقدر أجاوب على كل حاجة. شكرا لكم.